قبل بدأت المقطع، السالفة ما هي انه انا تحديت شاروخان وقلت له انت واي شخص صاحبك واني بوس او مصطفى اللي البارحة سويت الاعلان بالمقطع الفوت. قلت له اللي يفوز ياخذ سيرفر 13 كريزي سبليت 13 يصير سيرفره، وطبعا عندنا الراوند الثالث وشوف اللي صار. Trump's the motherfucker. الثالث، لان مثل ما جاي تشوفون انه مصطفى وحده، وهذا اللي على اليسار اللي اسمه نواف هذا ويا شاروخان. نعم انغدرنا هالمره، هذا ويا شاروخان. ما توقعت يجي راح يصير هذا. باع لو تشوفونه بالمقطع لاح انه بس يريد يفجر مصطفى، ومصطفى ظل سولو طبعا 3-1 دعسه. فراح نعيد I'm a Trumpster motherfucker. لزقت شاروخان بدستروي، باعوا اللقطة، باعوا بس هو ظل عايش. باعوا ضربته بدستروي بس هو ظل عايش، باعوش قدوته. هنا أنا باعوا اللقطة انه مصطفى ما كان كلش صغير، اقدر اكبره، وشاروخان شبه اندعس، بس احنا كنا شبه فاتحين مكالمة، وقاعد اريد اقول له انه خلي اني دبلت شاروخان بهاي اللحظة، لان هذول جون مرتهم يدعسونه، احنا اصلا اصدقاء انا وشاروخان، وقبل لا نبدي الدعس والهاية كنا ندعس وقبل التحدي، فدبلت شاروخان كان يكتب لي بالجوت تم الدعس، وهنا انتو قرروا بعد، انا عن نفسي قررت انه احنا الفايزين. واستشرت اكثر من شخص، قلت له احنا الفايزين، قال نعم انتو الفايزين. باعوا هاي شاروخان شبه اندعس، اقدر انقسم واسوي دستروي، اقدر، بس دبلت له.